ماشيين على الطريق الصح. خلينا نتعلم كيف نتحاور مع بعضنا بدل ما نقتل بعضنا، بدل ما نستخدم بعضنا البعض، بدل ما نسمح لسوري نبيل وشام بأن يصبح العوبة في أيدي البترودولار وبأيدي الخليج وبأيدي كل أعدائنا. لأنه بالنهاية يلي عم يمول هالمجرمين والإرهابيين هو لا يؤيدهم. يعني أنتوا بتعتقدوا لوهلة أنه هالخليجي هذا أو الغربي عم يؤيد الإرهابي لأنه هو معه؟ لا لا، مش هي الاستراتيجية تبعه. استراتيجيتهم هم استراتيجية أعدائنا أنه بيستخدموا بعضنا سلاح ضد بعضنا الآخر، بحيث أنه بالنهاية الطرفين السوريين بيركضوا لعند الغريب وبيقولوا له دخيلك تعال أنت الحكم، تعال افصل بيناتنا. هم ما بدهم يكون سوري متحضر يجلس مع سوري متحضر ويبحثوا عن حل متحضر لبلد يريدون أن يكون متحضر. هني ما بدهم هذا الكلام، بدهم يانا نحن نكون ضايعين بين موالاة ومعارضة، بين مجانين وبين جهاديين، بين إرهابيين وبين ناس خايفين، وكتير ناس بالمنطقة الرمادية قاعدين ما عارفين ايش بدهم يساووا، عم ينتظروا لوين الريحة تمشي وإلى آخره. هن هيك بدهم، لأنه بالنهاية ما يجري في المنطقة يا أخوان مش أزمة سورية. ما يجري في المنطقة هو مشروع لتغيير مصير المنطقة كلها كلها. الغرب لا يستطيع أن يحل الصراع العربي الإسرائيلي حلاً عادلاً يقوم على إنشاء دولة فلسطينية وإعادة الجولان وإعادة الأراضي اللبنانية المحتلة. الغرب غير قادر يضغط على إسرائيل لحل الصراع العربي الإسرائيلي، غير قادر يضغط على إسرائيل لترجع الجولان، غير قادر يضغط على إسرائيل لترجع اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم. ما هو الحل؟ الغرب كورنرد. الحل نفتح صراع جديد في المنطقة، نفتح صراع إسلامي إسلامي سني شيعي، والمسيحي على بيروت. هاي هي الصورة، هاي هي الصورة. القصة مش قصة أزمة سورية أبدا. عندهم معضلة كبيرة اسمها أنه نحن لا نستطيع أن نحل الصراع العربي الإسرائيلي حلا عادلا يضمن حقوق الجميع. إذن نحن لازم نستبدل صراع بصراع، لأنه نحن كشعوب مثل ما قال هذا رئيس الوزراء القطري سمى حاله نعجي. فإذا كان بعض العرب يرى نفسه نعجي، طيب هذا الغرب شو بده غير هالنعاج؟ بده هالموديل، بده هالموديل ينجح. لكن مشكلتهم بتبتدي لما بيشوفوا انه في واحد سوري بيقول لهم انت النعجي مو انا. هو فين منتحى النعجي؟ ايه هو ايه قلتك. فالسوري لا يقبل ان يكون نعجي، لم يقبل ولن يقبل. يوسف العظمي عندما خرج الى ميسلون يقاتل الجنرال غورو سجل صفحة مهمة في تاريخنا تقول للعالم كله أن من يريد أن يأتي إلى سوريا لاحتلالها سيواجه بالمقاومة. الرجل كان بمقدوره أن ينشق. لكنه لم يفعل، لأنه سوري. السوري الحقيقي يسلك هذا السلوك. حاولوا معنا الكثير، احتاروا في طريقة الوصول إلينا، احتاروا، لم يتركوا وسيلة من الوسائل إلا ومارسوها إلى أن يأسوا. ربما نجحوا مع كم سوري لأسباب شخصية، لكن ها نحن ذا يعني في المغترب. تفضلوا، هاي السوريين. ح-
حشدولنا وزراء خارجية في مجلس الأمن، وحشدولنا كبار الشخصيات، وجابولنا أساطنة الفهم والقانون، وحاولوا إرهابنا لإعطائنا الانطباع بأنه خلص خلصتوا أنتوا، خلاص ضبوا غراتكم شهر شهرين وأنتوا على الخالصية. من المفارقات الغريبة يا أخوان أنه كل من حضر جلسة مجلس الأمن على المستوى الوزاري اللي كلكم تتذكروه وكان فيها حمد ونبيل العربي كلهم تغيروا. كلهم تغيروا ونحن لساتنا هون.